بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بمناسبه ذكرى اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه